وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، كما تعرفون الاتحاد الأوروبي، السفارة البريطانية، الأمم المتحدة، كلهم دانوا المجزرة الأخيرة في النجف، والتعامل بعنف وبإرهاب للميليشيات والقوات الحكومية ضد الثوار. السؤال هو عن أهمية هذه الإدانة في توازن القوى في الشارع السياسي بين الثوار من جهة والكتل الحزبية وميليشياتها من جهة أخرى. نعم، حقيقة هذا الغض الدولي لقمع المتظاهرين وإن جاء بعد خراب البصرة كما يقال، لكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. الإدارة الأمريكية مسؤولة أكثر من غيرها عن حماية أرواح المتظاهرين، لأنها هي من احتلت العراق وسلمته إلى إيران، وأن حق الطواف مصان بالقانون الدولي ويعد من القواعد التي لا يمكن مخالفتها. وقمع المتظاهرين يعتبر جريمة دولية إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 48، حيث نصت المادة 16 على حرية الفكر والأديان، وكذلك المادة 21 من العهد الدولي التي تقر بحق التجمع السلمي، مثل ما أكد أيضا التقرير العالمي السنوي لسنة 2019 لحقوق الإنسان. هذه النصوص القانونية تجرد القوى الأمنية والميليشيات لاستخدامهم الرصاص الحي، مثل ما حصل في النجف والناصرية حاليا، وسابقا حصل أيضا بمجزرة الموصل. نعم. والزرقية. السؤال دكتور عن كيفية استثمارها، كيف يمكن أن يستثمرها الثوار هذه التصريحات وهذه الإدانات؟ هذه التصريحات وهذه الإدانات يمكن أن يستثمرها الثوار بأن وراءهم هنالك غطاء دولي وغطاء قانوني لغرض الحفور، لغرض تحقيق مصالحهم المطلوبة وأهدافهم المشروعة. يعني نتذكر جيدا انه هذه الثوره تذكرنا بما حدث بفرنسا، الثوره الفرنسيه، عندما وقف الجيش مع المتظاهرين، مما ادى ذلك الى اسقاط الحكومه ووضع حد لطغيان المرجعيه الكنيسيه. فبالامكان المتظاهرين، هنالك لديهم غطاء دولي شرعي قانوني، وبامكانهم التنسيق مع القوى السياسيه الوطنيه كثوار الذين يمثلون العراق ولا يمثلون مرجعية محددة. نعم. نلاحظ أنه في الوقت الذي أدانت فيه السفارة الأمريكية في بغداد مجزرة النجف وما سبقها من اغتيالات الثوار، وكان هناك دخول لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على الخط وتصريحات قرأناها قبل قليل وهي تصريحات حديثة. كيف تقيمون الموقف الأمريكي من الأحداث والثورة في العراق؟ لحد الآن من الناحية النظرية ولحد ما من الناحية العملية، الموقف الأمريكي يمكن اعتباره إيجابيا بهذا الشأن، وخاصة بعد مقتل سليماني المجرم والإرهابي الدولي الذي صال وجال بقتل المتظاهرين في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي منطقة الشرق الأوسط وحتى في أفريقيا. هنالك نعم تحول بالموقف الامريكي، وكذلك ايضا هنالك تحول بالموقف البريطاني بهذا الخصوص. ادان ايضا عمل استخدام المفرط للقوه، وكذلك ما اعلنته 16 دوله اوروبيه بما فيها السويد، ادانوا استخدام القوه المفرطه واعتبروا تلك الجرائم. نعم. يجب ان يحاسب المسؤولين القائمين عليها، لأنها تعد جريمة دولية لا تسقط بالتقادم. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد السلام الطائي، كنت معنا من ستوكهولم.